أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوينها: بمشاركة السلطنة، القمة العربية الأفريقية تختتم أعمالها بالاتفاق على النهوض بالعلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يؤكد على أهمية العلاقات مع إيران ويدعو المؤسسات الإعلامية في البلدين إلى تقويتها. مسيرة ولاء وعرفان من ولاية دبا إلى بيت البركة العامر، وتواصل المسيرات في عدد من محافظات السلطنة. الهيئة العامة للطيران المدني تدعو الجميع لتوخي الحذر، وتتوقع أمطارا رعدية غزيرة في اليومين القادمين على معظم محافظات السلطنة. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم 62/2013 بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: ينشأ بمحافظة مسقط متحف يسمى المتحف الوطني يتبع وزارة التراث والثقافة، ويعمل في إنشائه بإحكام النظام المرفق. المادة الثانية: يكون المتحف الوطني الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، وإلى أن تصدر تسري على المتحف الوطني القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يؤول إلى المتحف الوطني الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والثقافة ومخصصات مشروع المتحف الوطني، كما ينقل إليه موظفو وزارة التراث والثقافة ممن تقتضي الحاجة الاستعانة بهم، ويكون أعمال مقتضى الأيلولة ونقل الموظفين وفقا للآلية التي يصدر بشأنها قرار من وزير التراث والثقافة. المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما. المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 16 من محرم 1435 للهجرة، الموافق 20 من نوفمبر 2013 للميلاد. قابوس بن سعيد سلطان عمان. مرسوم سلطاني رقم 63/2013 بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 108/2010 بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 16 من محرم سنة 1435 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر سنة 2013 ميلادية. قابوس بن سعيد، سلطان عمان. مرسوم سلطاني رقم 64 على 2013 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالصيغة المرفقة والتحفظ المرفق. المادة الثانية على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المرفق. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 16 من محرم سنة 1435 للهجرة، الموافق 20 من نوفمبر سنة 2013 ميلادية. قابوس بن سعيد، سلطان عمان. ممثلا لجلالة السلطان المعظم، اختتم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد مشاركة السلطنة في أعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة تحت شعار شركاء في التنمية والاستثمار بمشاركة أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية. وأكد إعلان الكويت على التقاء وجهات النظر بين الدول العربية والإفريقية المشاركة في الدورة الثالثة للقمة حول القضايا التي تواجه المنطقتين، واتفقت الدول المشاركة على النهوض بالتعاون فيما بينها لتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات. وعلى هامش أعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة التي اختتمت أعمالها اليوم بدولة الكويت الشقيقة، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد ممثل جلالة السلطان المعظم في مقر إقامته بقصر بيان معالي الدكتور علي طيب نبا وزير المالية والاقتصاد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما استقبل سموه أيضا معالي الدكتور محمد غريب بلال نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة. جرى خلال المقابلتين تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع محل الاهتمام المشترك. حضر المقابلتين معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، ومعالي الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمكتب سموه اليوم معالي المهندس عزة الله ضرغامي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد نقل معاليه تحيات القيادة في إيران وتمنياتهم الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحكومته والشعب العماني، مهنئين السلطنة بالذكرى 43 للعيد الوطني المجيد. وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق له، استعرض سموه العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات. وقد تناول الحديث خلال المقابلة دور الإعلام في التوعية والارتقاء بالرسالة الإعلامية الهادفة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه أعرب معالي المهندس عزة الله درغامي عن اعتزازه والوفد المرافق له بهذه الزيارة، مؤكدا تقدير القيادة الإيرانية لسياسة السلطنة في دعم وتعزيز التعاون والاستقرار على الساحة الإقليمية بفضل قيادتها الحكيمة. كما أشاد معاليه بالمباحثات التي أجراها مع معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكبار المسؤولين. حضر المقابلة معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة علي أكبر سيبويه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة. هذا وأكد معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية على أهمية تطوير العلاقات بين السلطنة وإيران، ودعا معاليه القائمين على الإذاعة والتلفزيون في البلدين إلى تبادل الخبرات في المجالات المرئية والمسموعة. وأكد معاليه أن السلطنة ومنذ تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم كرست وسائلها الإعلامية من أجل نشر ثقافة السلام. جاء ذلك خلال استقبال معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بمكتبه اليوم لمعالي المهندس عزة الله درغامي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا، الذي أشاد من جانبه بالسياسة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم وبالنهضة التي شهدتها السلطنة في كافة المجالات. استقبل معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أمام بيت البركة العامر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قادمة من إيران، وذلك بعد تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2015 المقرر إقامتها في أستراليا إثر فوزه على المنتخب السوري بهدف نظيف. يسرني ويشرفني في ذات الوقت انه انقل لكم ايضا شكر صاحب حضر الصاحب الجلالة مولاي السلطان المعظم وتمنياته لكم ان شاء الله بالتوفيق، وما في شك ان المؤازرة كما انتم تعلمون هي المؤازرة موجودة دائما وستظل موجودة من مولانا الله يحفظه لكل القطاعات، وهذا القطاع من ضمنها بإذن الله تعالى. في تعبير عفوي وصادق عن مشاعر الولاء والشكر والعرفان لباني نهضة عمان الحديثة، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه نظم أهالي ولاية دبا بمحافظة مسندم مسيرة بالسيارات طافت عددا من ولايات شمال وجنوب الباطنة وصولا إلى بيت البركة العامر. وقد كان معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في مقدمة مستقبلي مواطني ولاية دبا دور وصولهم إلى بيت البركة العامر. مع وصول مسيرة أبناء ولاية دبا إلى دوار بيت البركة العامر، كان في استقبالهم معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، حيث جدد المشاركون العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة أبقاه الله، معبرين عن امتنانهم وعرفانهم بما تحقق على أرض عمان الطيبة من منجزات عظيمة، لتتعالى بعدها الأهازيج الشعبية متغنين بحب الوطن وقائده المفدى. كان أبناء ولاية دبا قد انطلقوا مع خيوط الفجر الأولى في مسيرة بسياراتهم التي زينوها بأعلام السلطنة وصور حضرة صاحب الجلالة، حيث مروا بالعديد من الولايات التي عطروها بأريج حبهم وولائهم الصادق لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه.
وأمام دوار بيت البركة العامر صدحت حناجر الشعراء الذين تباروا في إلقاء القصائد الوطنية التي تغنت باللحمة الأبوية بين القائد المفدى وأبناء شعبه الوفي، ممتزجة برقصات الفنون الشعبية. يا عمان المجد، يا أرض الكرام، يا أصيل أهل شنكن الاحترام، في عهد قابوس أبداش التقدم، راعي النهضة وبالعمران قام، له نندد بالولاء وله نقول، عاش قايدنا قابوس الهمام، عاش من أرسى قواعدها التقدم، عاش من أطفى عليها الاحترام. يا بلادي كل ما ذعذع هبوب، يا بلادي كل ما ذعذع هبوب، والعلم خفاق حييت العلم، يا وطن الأمجاد يا نبض القلوب، نرخص الأعمار لك روح ودم، يا وطن الأمجاد يا نبض القلوب، نرخص الأعمار لك روح ودم. هؤلاء شبان مسندم، هؤلاء شبان جاءوا من الجبال ومن البحار، يهنئون قائدهم من 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 أقصى مسندم، يهنئون قائدهم بهذه الفرحة. من دبأ شامخة إلين مسقط العامرة، تتقدمنا أشواقنا لتزف التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب العماني كافة، وكل عام وجلالته بخير. من جبال مسندم الشماء إلى قصر بيت البركة العامر بالسيب، كانت مسيرة أبناء ولاية دبا حبا وعرفانا لعاهل البلاد المفدى، وفرحة بالعيد الوطني 43 المجيد. بفنون الندبة والرواح والرزيف اختتم أهالي ولاية دبا مسيرتهم التي جاءت من محافظة مسندم لتنقل ولاءهم وعرفانهم ومحبتهم الصادقة لحضرة صاحب الجلالة أبقاه الله قائد مسيرتنا المظفرة وباني نهضة عمان الحديثة. التلفزيون سلطنة عمان، سالم بن عبد الله الرحبي، مسقط. وكسائر ولايات السلطنة، عبر أهالي ولاية لوا بمحافظة شمال الباطنة عن بالغ فرحتهم بالعيد الوطني 43 المجيد. وخرج الأهالي في مسيرة حب وعرفان رافعين صور جلالة السلطان المعظم أبقاه الله، هاتفين باسم جلالته وداعين المولى عز وجل بأن يمتعه بالصحة والعافية والعمر المديد. مسيرة حب وولاء وعرفان احتفاء بالعيد الوطني 43 المجيد صاغها أهالي ولاية لوا بمحافظة شمال الباطنة، زينتها صور جلالة القائد المفدى وأعلام السلطنة التي ارتفعت خفاقة لترتفع معها حناجر المواطنين، مرددة عبارات الولاء والعرفان لباني نهضة عمان، فيما صدحت الحناجر شعرا فاضت بمشاعر جياشة تناغمت معها الفنون العمانية التي تغنت بحب الوطني والقائد. بنا قابوس علي المجد والشان، من فضل اللي قد بنا قابوس علي المجد والشان، قابوس حقك مبتغاها يا رب حفظه طول الازمان، السلطنة فايق حلاها ما شفت شراها مول بلدان، عمان داري يا غلاها تسكن بقلبي وسط الأعيان. مشاهد الفرح تنوعت في لوا، شكلتها لوحات جمالية وطرزتها موروثات تقليدية ومفردات البيئة العمانية في مسيرة عبرت عن الولاء والعرفان للمقام السامي بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العمانيين. سلطان القبائل حكام شيء عمان الحبيبة، عيد الوطن كمان، عيد الوطن القبائل حكام شيء عمان الحبيبة.
شعبان السلطان قابوس بالعيد الوطني، وأقول له سنة طيبة عليك وإن شاء الله يعيد عليك الله والعافية طول العمر. لواء عبرت عن بهجتها وسرورها في ملحمة وطنية بعثت من خلالها برسالة حب وولاء وعرفان إلى قائد المسيرة المظفرة بالسير على خطى على قاف الشعر يلي سابق زحمة القيفان، تمطيت على كتفي حروف الشعر محمولة، مع السيفين والخنجر يساندني الولاء العمان، شعار المجد ورجاله رموز النصر والطولة، وطن وفي داخلي يسكن لجل هذا الوطن عرفان، وطن لو يوصف الشاعر عجز ما يوصفه قوله، تجف أقلامها التاريخ وهو يكتب على الأزمان، مسيرة شعب وقايد تهز العالم فعوله، وطن يرقى على القمة ولا هدوبه الشجعان، على نهج الحكيم اللي صنع من حكمته دولة، لها بين الدول صيت تشبع بالفخر والشان، علمها بس لو يرفع البهر الإعلام من حوله، نعم قابوس بفعاله تغير كل شيء وزان، وعد والوعد ما خانه وكلمة حق مقيوله، سلاما رفت أعلامه وراحه تسكن الوجدان. هذا ونظم أهالي ولاية البريمي مسيرة ولاء وعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. شارك في المسيرة التي انطلقت من دوار النهضة باتجاه مكتب محافظ البريمي شيوخ وأعيان ورشداء الولاية، إضافة إلى طلبة المدارس. مشهد وطني بهيج عبر فيه أبناء البريمي من رجال ونساء وأطفال عن ما يكنوه للقائد من ولاء وعرفان في صورة جسدت عمق التلاحم والترابط بين القائد وأبناء شعبه الأوفياء، معبرين عن فرحتهم بما تحقق على هذا الوطن الغالي. كل مبتهج بهذه المناسبة أولا بالعيد الوطني اللي هو يوم عزيز على نفس كل عماني حقيقة، احتفاء لما تحقق على هذه الأرض الطاهرة من منجزات ومكاسب عظام شملت كل ربوع الوطن بوجه عام وولاية البريمي بوجه على وجه الخصوص. قلب ينبض بالفرح والعطاء لبني هذه المسيرة الظافرة مولانا صاحب الجلالة السلطان، ونهنئه بهذا العيد، العيد الوطني 43. فعاليات ومناشط مختلفة أظهرت روح الانتماء والولاء لباني النهضة وعمان، ظهرت جليا من خلال مجموعة من المناشط التي نظمتها كلية البريمي الجامعية احتفاء بهذه المناسبة. كلية عملت برنامج معد من السابق للاحتفال بهذا اليوم وبهذا في هذا التوقيت، وهي عبارة عن مناشط، أكثر من منشط، أهمها هي مسيرة هذه اليوم، مسيرة الولاء، مسيرة العرفان، مسيرة الحب، مسيرة الوعد لمولانا السلطان المعظم بأن نكون جنود أوفياء، بأن نكون مواطنين يمشون على خطأ جلالته. فرحة كبيرة لأنها هي فرحة، يعني أهم شيء إن نحن عايشين الحمد لله بخير وصحة وأمن وسلام، يعني ما في شيء أكثر من هاي الفرحة، وهذا يعني بحد ذاتها عيد إن نحن عايشين بأمن وسلام. يا أيها العلم المعدود من بشر، قرأت وصفك فاستصغرت ذا البشر، أولاك آدم أصلا في أبوته، واختارك الكون للأبناء مفتخرا. إننا أهل الشجاعة وحدة لا نستكين، قد تخطينا الصعاب بالإرادة واليقين. وحياة
محافظة البريمي بجماناتها الثلاث، البريمي ومحضة وسنينة، تزهو وتتألق وتنتشي فرحا بهذه المناسبة الغالية. لتلفزيون سلطنة عمان، سلطان بن خميس الإحيائي، محافظة البريمي. وفي ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية أقيمت مسيرة ولاء وعرفان لباني نهضة عمان وقائدها جلالة السلطان المعظم. رفع خلالها المشاركون أعلام السلطنة وصور جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، كما تم تقديم فقرات من الفنون العمانية. مسيرة الولاء والعرفان بولاية إبرة جاءت معبرة عن مدى حب أبناء هذه الولاية العمانية لقائد مسيرة النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، واحتفاء بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. تقدم بالتهنئة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. وبلا شك بأن هذه المناسبة من خلال مشاركة أبناء ولاية إبرة في هذه المسيرة الطيبة هي تعبير وتجديد للانتماء والولاء لباني النهضة المباركة، وكذلك التعبير عن الشكر على منجزاته الطيبة التي عمت كافة أرجاء البلاد. المسيرة انطلقت من أمام دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية بمشاركة مختلف فئات المجتمع رجالا ونساء صغارا وكبارا، حاملين فوق رؤوسهم صور جلالة السلطان المعظم، مرفرفين بأعلام السلطنة عالية خفاقة، رافعين لافتات التهنئة، ومرددين هتافات الشكر والولاء والعرفان لجلالته حفظه الله على كل ما قدمه من منجزات لأبناء شعبه الوفي. ذات هذه مشاركتنا اليوم في مسيرة الخير، شكر وعرفان لمولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم على كل إنجازاته، على كل إنجازات التي قدمها لشعبه العماني بشكل عام، ولدوره في تشجيع المرأة العمانية والخدمات أيضا التي حصلت عليها المرأة العمانية في عهده. المشاركون من مسؤولين وشيوخ وأعيان وطلبة وطالبات المدارس ونساء ورجال بمختلف أعمارهم، انتهت بهم المسيرة أمام مكتب سعادة والي إبرة، حيث ألقيت القصائد الشعرية المعبرة عن حب الوطن والسلطان، وأديت الفنون العمانية المغنى التي امتزجت مع فرحة الجميع التي ارتسمت على وجوههم بهذه المناسبة. وفي ولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية أقيمت مسيرة ولاء وعرفان لباني نهضة عمان وقائدها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، حيث عبر المواطنون خلال المسيرة عن فرحتهم بالعيد الوطني 43 المجيد وما تحقق على أرض السلطنة من منجزات هدفت إلى تحقيق الرخاء والاستقرار للمواطن. شاركت في المسيرة حشود كبيرة من المواطنين من الرجال والنساء والشباب والأطفال الذين حملوا صور جلالته وتوشحوا بعلم السلطنة، مرددين عبارات التهنئة الصادقة والتمنيات الخالصة لجلالة القائد المفدى، داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته سندا وذخرا لهذا الوطن وشعبه. وتعبيرا عن الولاء والعرفان لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، نظم أهالي ولاية المزيونة بمحافظة ظفار مسيرة فرحة بهذه المناسبة. وهتف المشاركون بالأناشيد والأغاني الوطنية مثمنين ما تحقق على أرض عمان الطيبة. بقلوب تكسوها العز والشموخ خرج أهالي ولاية المزيونة في مسيرة حب وولاء لجلالة السلطان قابوس المعظم. بالإصالة عن نفسي ونيابة عن سكان وشيوخ ومواطنين ولاية المديونة، أتقدم بجزيل الشكر والتبريكات والاحترام إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة عيد الوطني المجيد. تنطلق مسيرة الولاء والعرفان هذا اليوم في ولاية المديونة تزامنا مع المسيرات التي عمت ربوع هذا الوطن العزيز. المسيرة انطلقت من فندق المزيون السياحي والتي شارك فيها شيوخ وأعيان الولاية والمواطنين وطلبة وطالبات المدارس بالمزيونة وصولا إلى مكتب الوالي. عبارات الشكر والعرفان والولاء قدمت في هذه المسيرة
وصور صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم تعالت في سماء المزيونة. خرج أبناء ولاية المزيونة اليوم شيوخا ورجالا وأطفالا ونساء وطلابا ونساء للاحتفال ومشاركة أبناء الوطن الكبير بهذا العيد 43. أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام السامي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، ونشكره على ما قدمه للوطن. وعند الوصول إلى مكتب والي المزيونة أقيمت الفنون العمانية المغناة كفن الهبوت، وقدمت القصائد الشعرية الوطنية فرحا بهذه المناسبة. يقول قابوس حقق، قابوس حقق المطالب كلها، والشعب راضي والعطايا بالمزيد، ما بنفرط في ترابك يا وطن، والعهد سطرناه من دم الشهيد. أهالي ولاية المزيونة خرجوا في هذه المسيرة ليعبروا عن حبهم وولائهم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. لتلفزيون سلطنة عمان، سالم زعبنوت المهري، ولاية المزيونة. كما عبر أهالي ولاية مقشن بمحافظة ظفار خلال مسيرة الولاء والعرفان عن حبهم وامتنانهم لقائد المسيرة التنموية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. ورفع الأهالي بكافة أطيافهم علم السلطنة وصور جلالة السلطان المعظم في المسيرة التي طافت شوارع الولاية. مناسبة تاريخية ذات تأثير عميق، وصفحة مشرقة في تاريخ هذا الوطن عنوانها الإباء والشموخ والنهضة والنماء، تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. ها هي ولاية مقشن تحتفل بالعيد الوطني 43 المجيد. المسيرات التي خرجت في كافة الولايات المختلفة المحافظات هي مسيرات ولاء وعرفان وامتنان وأجلال للأب الغائب حفظه الله ورعاه. وكل عام ومولانا حضر صاحب الجلالة بخير وصحة وعافية، وكل عام وعمان في تقدم ورقي وازدهار. نرفع أسميات الثاني والتبريكات إلى المقام السامي حضر صاحب الجلالة بمناسبة العيد الوطني المجيد. مسيرة شكر وعرفان وولاء لقائد عمان على ما تحقق من منجزات طوال 43 عام، عبروا فيها عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وشارك فيها المواطنون صغارا وكبارا رافعين شعارات الولاء والدعاء وصور صاحب الجلالة أبقاه الله. نرفع التهاني لزعيم السلطنة لوحد الدرجات بالراية الثمين، ان عهد الوفاء والناصر ما دامت الدنيا عليها واقفين. مثل ما المجد يتسجل بصدر الزمان، جيت بنقش حروفي في صدور القصيد، ومن نطقت الحروف اللي تسجل عمان بان للدر والاولى النظير النضيد، ومن نطقت الحروف اللي تشكل عمان بان للدر والاولى النظير النضيد، وقمت ارصع بها الابيات والشعر زان واكتمل زين شعري من ذكر بن سعيد. قول باسم ربي خالق الكون العظيم، باسط الارض ورافع في سماء، ابتدي بالشعر من لب الصميم للزعيم الفذ من قلبي هدى، الزعيم اللي على العليا مديم فوق للعليا وعالي مستوى، سيدي يحماه الرحمن الرحيم اسس التاريخ لعمان وبناه. قابوس نور السلطنه سلطانها، عمان عاشت في رخاء طول المدى، والشعب في راحات ربي زانها، الشعب عايش سيدي وانت الرحمة، وانت الزعيم وفي ذراك امانها. وفي
في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة نظم أهالي الولاية مسيرة ولاء وعرفان لباني نهضة عمان وقائدها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. وقد اشتملت المسيرة على أهازيج وفنون شعبية وإلقاء قصائد شعرية. في غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 43 المجد ومع مباهج الفرحة والسرور من أيام عمان الماجدة، خرج أهالي ولاية ينقل في مسيرة ولاء وعرفان ليعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة ويجددوا العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله. بالإصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أهالي ولاية ينقل أتقدم بأسماء آيات التهاني وأخلص الأماني للمقام السامي لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وشعبه الكريم بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. اليوم خرج أبناء هذه الولاية مجددين العهد والولاء والطاعة لمولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه، داعيين الله سبحانه وتعالى بأن يمن على جلالته بالصحة والعافية وأن يكلأه بعنايته وفضله وأن يسخر على طريق الخير خطاه بإذنه سبحانه وتعالى. بكل فخر واعتزاز وبكل حب وتقدير أزف أهنى وأحسن وأفضل التهاني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحفظ عماننا الحبيبة من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا رب. جموع المشاركين في المسيرة الوطنية التي انطلقت من أمام مستشفى ينقل إلى مكتب الوالي قدمت الأهازيج والفنون العمانية المغناة كما رفعوا أعلام السلطنة وصور حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عالية شامخة إلى جانب اللافتات التي جسدت عبارات الشكر والولاء والعرفان لباني نهضة عمان. ومع وصول الجموع المشاركة أمام مكتب الوالي تبار الشعراء من الصغار والكبار في إلقاء القصائد الوطنية والكلمات التي عبرت عن حبهم للوطن والسلطان. يا عمان جيتك والوله شاعر تحدته الطقوس محتار يسكب من صميمه أو صميمه يسكبه، جيتك وأنا والله لا يمكن أفكر بالجلوس لأني عماني والعماني من يجيبه بنسبه. مرحبا مليون بوافي العهود سيدي قابوس يا رجل السلام، بالفرح والخير وكل عام يعود عيدك الميمون يا عالي المقام. لك محبة سيدي ملها حدود يا نسي الأمجاد قابوس الهمام. لو يسألوني عن الفخر قلت قابوس لأن الفخر لعمان، قابوس قايدها لبس بحكمته عمان ثوب العروس، شوفوا بين البلادين كيف عمان زينها خلى العطاء والحب بين الشعب مغروس وخلى العمان الغالية مكانتها. يلا تخلي شعب الوطن دوم محروس يلا يدوم قايدنا والعمان يحفظها. عدل سبوع الليل، عدل فرسان الخيل، عدل أهل السيف، أهل الضيف، عدل أهل الذلل، عدل أهل السبل، عدل أهل المصل، أهل الجيلاي تلهم، عدل نضاح تدم، عدل رجال عمان، عدل ذخر الزمان، عدل رجال كابوس، عدل صاحب الناموس. تحتفل ولاية ينقل بهذه المناسبة الوطنية وقد توشحت بعقد من المنجزات التنموية في عهد جلالته الزاهر أبقاه الله. محمد بن سعد العلوي، ولاية ينقل. وفي ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار خرج الأهالي للتعبير عن العرفان والولاء لباني نهضة عمان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وردد الأهالي القصائد والأهازيج الوطنية المعبرة عن مناسبة العيد الوطني. نعم للوطن نعم للقائد. من ضلكوت المدينة من حفوف ودهك وحكاب وغادو وفروق وقضرفي وحموت وجوتذار وخفجيت وغيرها من القرى والمناطق الأخرى بالولاية تجمع المواطنون في هذا المشهد الوطني
وجمعتهم المشاعر الجياشة لهذا الوطن العزيز والقائد العظيم أبقاه الله، يوما يقف معه المواطن العماني مع ذاكرة النهضة وما تحقق في ظلها من منجزات تجسد الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة لقائد المسيرة التنموية في عمان. الإصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي ولاية ضلكوت، نرفع أسماء آية التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حافظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني الثالث والأربعين المجيد. مناسبة العيد الوطني الثالث والأربعين المجيد، خرجت ولاية ضلكوت لترفع إلى مولانا السلطان أسماء آيات التهاني والتبريكات. باسم كل أبناء الولاية رجال ونساء نقدم آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي. يقوض ضلكوت ترفع الولاء والتهنئة للقائد المغوار قابوس بن سعيد. أحمد لم يتجاوز الخامسة من عمره، أبى إلا أن يشارك في هذه المسيرة الوطنية التي انطلقت صباح اليوم من إردوت لتصل إلى مكتب الوالي بضلكوت. أمان عيدك بالوفا فرحة يتوف في كل رجال بلد رفرف وخام. قابوس يا خير قايد أسس وأرس الدعايم، شعبك يحبك وأنت جازيتهم بالمكارم. لاحت بيا رقم فخرة واعتبارات على الولا والحب وشعور محسوس. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. نرفع آيات التهاني والتبريكات من ولاية ضلكوت لمولانا صاحب الجلالة جلالة القائد على القوات المسلحة. أهني جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة عيد الثالث والأربعين المجيد. شيوخ وكبار السن، نساء وطلاب وطالبات، أطفال بمختلف أعمارهم توشحوا بالعلم العماني وهتافات الولاء والعرفان للقائد والوطن لا يعلو عليها أي صوت آخر في هذا اليوم الوطني. يا قابوس يا بني النهضة قابوس المعظم، الله يديمك سيدي وعمرك مديد، أفديك يا بابا قابوس. لا يسعنا في هذه المناسبة إلا رفع آيات التهاني والتبريكات لمولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. هكذا تستمر مسيرات الولاء والعرفان من محافظة مسندم شمالا إلى ولاية ضلكوت جنوبا، احتفالا بالعيد الوطني الثالث والأربعين المجيد. لتلفزيون سلطنة عمان، سالم بن بخيت العامري، ولاية ضلكوت. كما نظم أهالي ولاية طاقة مسيرة ولاء وعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وشارك في المسيرة شيوخ وأعيان ورشداء الولاية وطلبة المدارس، وردد المواطنون عبارات الوفاء والعرفان معبرين عن مكنون الصدور وما تجيش به من حب وتقدير لقائد مسيرة النهضة، داعين الله لجلالته بالعمر المديد ولعمان بالتقدم والنماء. وتعبيرا عن الولاء والعرفان لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، نظم أهالي ولاية شليم وجزر الحلانيات مسيرة فرحة بهذه المناسبة على أهازيج وفنون شعبية والقاء قصائد شعرية مثمنين ما تحقق على أرض عمان الطيبة. مسيرة ولاء وعرفان لباني نهضة عمان في عيد البلاد الثالث والأربعين المجيد. أهالي ولاية شليم وجزر الحلانيات أتوا من كل النيابات والمناطق التابعة للولاية، واصطفوا في صفوف متلاحمة يجمعهم هدف واحد وهو الحب والولاء للوطن والسلطان. بالروح والدم نبكيك يا قابوس.
المواطنين اليوم بيعبروا عن ما يكنونه من فرح وحب لهذا القائد الذي أعطى كل ما يستطيع لبناء هذا الوطن. ويعني الفرح حقيقة لا يوصف، الكبير والصغير، وكانت مشاركة كبيرة. تعبير عن الفرح والولاء والعرفان والشكر لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على المنجزات التي حققها لعمان ولشعب عمان. مسيرة الولاء والعرفان اتسمت بتنوع المشاركين فيها من مختلف الفئات العمرية، أطفال تتزين ملابسهم بألوان علم السلطنة، طلاب وطالبات مدارس الولاية أتوا مع معلميهم لتقديم الولاء والعرفان للمعلم الأول، مشاركة نسائية مميزة بتنظيم من جمعية المرأة العمانية بالولاية. هذا علم من السلطان، هذا هو شوفه جزاه الله خير وطول عمره ويطول حكمه. المسيرة انتهت بوصول المشاركين إلى مكتب الوالي لتبدأ بعد ذلك صور أخرى للفرح بهذه المناسبة الغالية، قصائد شعرية في حب الوطن والقائد. بهذا اليوم وبهذا الفرح وبنفس هالتوقيت برفع اسمايات التهاني صوب قايدها لقابوس المعظم قابوس العلا والصيد لقابوس المكارم ما نحددها عدايدها. لوحات متنوعة على إيقاعات فن البرعة. وأخرى أيضا على إيقاعات فن اليولة. وكذلك فن الرزحة. لسان الطفل كان حاضرا لكي يفرح مع الكبار بهذه المناسبة الغالية. أنا أصلي عماني، أنا حب الحرية. عبارات قليلة في حروفها لكنها كبيرة في معانيها، خرجت بعفوية من أبناء عمان على أرض عمان لقائد عمان حفظه الله ورعاه، ولسان كل واحد منهم يقول ماضون خلفك في مسيرة البناء والتعمير. محمد بن أحمد السليمي المهري لتلفزيون سلطنة عمان، ولاية شليم وجزر الحلانيات، محافظة ظفار. كما نظم أهالي ولاية بهلة بمحافظة الداخلية مسيرة ولاء وعرفان لباني نهضة عمان وقائدها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، حيث عبر المواطنون خلال المسيرة عن فرحتهم بالعيد الوطني 43 المجيد وما تحقق على أرض السلطنة من منجزات هدفت إلى تحقيق الرخاء والاستقرار للمواطن. شاركت في المسيرة حشود كبيرة من المواطنين من الرجال والنساء والشباب والأطفال الذين حملوا صور جلالته وتوشحوا بعلم السلطنة مرددين عبارات التهنئة الصادقة والتمنيات الخالصة لجلالة القائد المفدى، داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته سندا وذخرا لهذا الوطن وشعبه. وابتهاجا بالعيد الوطني 43 المجيد، أقام معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط حفل استقبال بفندق قصر البستان. حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى السلطنة وكبار القادة العسكريين وشيوخ وأعيان المحافظة.
كما أقام محافظ مسندم سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي حفل استقبال للمواطنين بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. حضر الحفل عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة ونواب الولاة ومديري العموم والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من مشايخ ورشداء وأعيان ومواطني المحافظة. وبمناسبة العيد الوطني 43 المجيد أقام سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي حفل استقبال بهذه المناسبة. حضر حفل الاستقبال أصحاب السعادة الولاة والمكرمون أعضاء مجلسي الدولة والشورى وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولو الجهات الحكومية والشيوخ والرشداء والمواطنون في محافظة البريمي. وابتهاجا بالعيد الوطني 43 المجيد أقام سعادة الشيخ خالد هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة حفل استقبال للمواطنين والمهنئين بهذه المناسبة المجيدة. حضر حفل الاستقبال أصحاب السعادة الولاة والمكرمون أعضاء مجلسي الدولة والأمنية والعسكرية وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولو الجهات الحكومية والشيوخ والرشداء والمواطنون في محافظة جنوب الباطنة. كما أقام محافظ جنوب الشرقية سعادة الشيخ عبد الله بن مستهيل بن سالم شماس حفل استقبال للمواطنين بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد، تضمن تقديم فقرات من الفنون العمانية. حضر الحفل عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة ونواب الولاة ومديري العموم والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من مشايخ ورشداء وأعيان ومواطني ولاية سور. كما أقامت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية حفلا بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. ضم عروضا وأنشطة طلابية من مجموعة من مدارس المحافظة. مدارس مسقط تألقت في رسم لوحات فلكلورية معبرة في حب عمان، ترجمها الطلبة والطالبات أهازيجا جميلة جمعت التراث العماني من أقصاه إلى أقصاه. هذه الفعالية اليوم كانت من أجل عمان وأخذت عنوان من أجل الغالية عمان. نحن من أجل الغالية عمان نبذل الغالي دائما، وأبناء هذا الوطن مستعدون للشكر والتقدير لباني هذه النهضة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. ثلاث مدارس مشاركة من طلاب الدمك، مدرسة الأخوير ومدرسة المنهل ومدرسة وادي حطاط. كنا يعني جدا متعاونين، والمدرسة أتاحت الفرصة لهذه الفئة إنها تشارك وتبدي فرحتها بهذا الوطن الجميل. فقرات الحفل ضمت معرضا لبعض الرسومات واللوحات قام بها طلبة الدمج الفكري، وقدمت بها لوحة هي عبارة عن خريطة للسلطنة عنوانها بصمة حب وولاء لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. لبيك لبيك يا قابوس إنها هنا، لم نعترف لم نعترف بالذل والخسران، سلطاننا سلطاننا علمتنا أن ليس في وطني عمان المجد أي جباني، ووعدتنا ووعدتنا صدقا ستبني دولة مقرونة مقرونة بالعلم والإيمان. فالمجد فالمجد والتاريخ فالمجد فالمجد والتاريخ يشهد أنكم قد قلتم صدقا واضح البرهان. يوم في حب عمان جسدته لوحات البراعم والطلبة احتفاء بالعيد الوطني 43 المجيد. لتلفزيون سلطنة عمان يعقوب بن يوسف البلوشي مسقط. هذا وأقام عدد من سفارات السلطنة في مختلف العواصم العربية احتفالات استقبال احتفاء بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد.
مناسبة العيد الوطني 43 المجيد جاءت لتؤكد على العلاقات الأخوية المتينة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة السلطنة في العاصمة أبوظبي. نغتنم هذه المناسبة العزيزة لأرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب العماني الأبي أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على جلالة السلطان المعظم حفظه الله بموفور الصحة والعافية والعمر المديد. في دور الإمارات نحن ننظر إلى سلطنة عمان نظرة متميزة لما تربطنا من أواصر القربة، فأعتقد أن دائما هناك في أشياء تكاملية بين البلدين، وهناك مشاريع وهناك لجان مشتركة تقوم بالتنسيق فيما بينهم لما فيه مصلحة البلدين. نحن اليوم سعداء بأن نشارك أهلنا وإخواننا في السلطنة احتفالاتهم بالعيد الوطني 43، وإن شاء الله تكون عمان كلها في احتفالات وأفراح دائمة. حضور كبير من المهنئين شارك السلطنة أفراحها الوطنية، تقدمهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء والسفراء المعتمدين لدى دولة الإمارات، وعدد من رجال الاقتصاد والإعلاميين. ما في شك أن العلاقة التاريخية التي تربط سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه العلاقة التاريخية متأصلة منذ الجذور وتمتاز بترابط مجتمعي ثقافي اجتماعي علاقات اقتصادية مميزة. وقد أقيم على هامش حفل الاستقبال معرضا للصور التاريخية شارك بها المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، واشتمل على صور تناولت محطات مهمة في العلاقات الأخوية بين السلطنة ودولة الإمارات. وفي العاصمة القطرية الدوحة أقامت سفارة السلطنة حفل استقبال بمناسبة الذكرى 43 للعيد الوطني المجيد، شهد على أواصر الأخوة بين السلطنة ودولة قطر. احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة يمثل وقفة إجلال وتقدير لمسيرة النهضة العمانية التي يقودها باقتدار وحكمة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والذي وضع عمان في مراتب العزة والتقدم بين الأمم والشعوب. أبارك لكم هذا العرس الكبير، أبارك لجلالة السلطان، وإن شاء الله في تقدم وازدهار عمان كما عهدناها لؤلؤة وستظل لؤلؤة إن شاء الله. الحفل حضره كبار الشخصيات بدولة قطر الشقيقة من مدنيين وعسكريين وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية القطرية ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والصحافة وجمع غفير من المواطنين العمانيين المقيمين بدولة قطر الشقيقة. ومع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 43 المجيد، أقام الوزير المفوض بطي بن خميس السعدي القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى جمهورية السودان حفل استقبال في العاصمة الخرطوم. حضر الحفل معالي الدكتور حسن عبد القادر هلال ممثل فخامة الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير ومسؤولون في الحكومة والأجهزة العسكرية بجمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية ولفيف من رموز المجتمع السوداني من المثقفين والخبراء ورجال الأعمال. احتفال بالذكرى 43 للعيد الوطني هو مفخرة للشعب برمته، حضور مميز لشخصيات بارزة عالميا ومحليا كان في استقبالها راعي الحفل والقائم عليهم سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة وأعضاء السفارة. فرحة العمانيين شاركهم فيها إخوانهم العرب، حيث ميزها سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة بهذه الكلمات. بهذه المناسبة السعيدة أود أن أهني سلطنة عمان سلطان وحكومة وشعب بهذه المناسبة 43 سنة. أفضال السلطنة لم ينساها من عاشوها. اليمان ناشونال داي إز في قلبي. كما أسر السفير ترينس كلارك تهنئة الشعب العماني بطريقته. كل سنة وأنتم بخير،
لأن هذا عيد وطني سنوي، ف يعني عبر السنوات صارت عمان أكبر وأكبر وأعظم وأعظم، فاليوم هذا احتفال التقدم في البلاد. سفيرة ليتوانيا أيضا قالت كلمتها بهذه المناسبة. إنه لمن دواعي سروري أن أهنئ عمان بهذه المناسبة الجميلة. كنت في عمان منذ أسبوعين وشاهدت التطور السريع للسلطنة على جميع القطاعات، وهذا ما شجع رجال الأعمال الليتوانيين للاستثمار في عمان. تم خلال حفل عرض فيلم وثائقي عن النهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة في جميع القطاعات. لا أملك غير أن أهنئ شعب سلطنة عمان وجلالة السلطان قابوس على العيد الوطني 43. كل عام بابا قابوس بخير. مرة أخرى تنطلق عمان بعزيمة وقوة وثبات نحو أهدافها المنشودة محليا وإقليميا ودوليا، وبما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار والاستقرار. قابوس في شفة الزمان نشيدة يحلو بها الترداد والتغريد، وكل عام. احتفال السلطنة بهذا اليوم والذي يعتبره العمانيون ركيزة أساسية ومنعطفا تاريخيا للانطلاق نحو بناء دولة عصرية وبناء حياة أفضل تتحقق فيها آمالهم وطموحاتهم. عزيزة بوتاريت لتلفزيون سلطنة عمان لندن. وإلى ملف آخر في هذه النشرة، حيث نظرا لغزارة الأمطار الرعدية المتوقعة يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة وما قد يصاحبها من رياح نشطة وتساقط لحبات البرد وجريان العديد من الأودية على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال وجنوب الشرقية، تهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها، كما تهيب بالأخوة الصيادين عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. ومتابعة لآخر صور التوابع الاصطناعية وخرائط الطقس، ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية عبد الله بن راشد الخضوري أخصائي أرصاد جوية بالهيئة العامة للطيران المدني. بداية، ما هي مستجدات هذه الحالة، حالة المنخفض الجوي العميق، وهل بدأت تأثيراته بالدخول فعليا إلى أجواء السلطنة؟ نعم أخي سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا وسهلا بكم من هنا من مركز التنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية العمانية. طبعا تم إصدار تنبيه بغزارة الأمطار المتوقع هطولها غدا الخميس بإذن الله وكذلك يوم الجمعة. التنبيه يشمل كل من محافظات مسندم البريمي شمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية، كذلك محافظة مسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية. طبعا التنبيه هنا أصدرناه ليس للتهويل أو للتخويف، ولكن لأخذ الحيطة والحذر والانتباه، خصوصا أن بعض مؤشرات خرائط الطقس لدينا هنا في مركز التنبؤات تشير إلى أمطار بكميات عالية قد تتجاوز 60 إلى 70 80 مليمتر. طبعا هذه المؤشرات موجودة لدينا، تم الاعتماد عليها في التنبؤ بهذه الحالة، كذلك تم الاعتماد عليها في إصدارنا للتنبيه بغزارة الأمطار. طبعا هذه المؤشرات أبدا لا يستهان بها، لذلك أصدرنا هذا التنبيه لتكون عند الجميع علم واحتياط وانتباه من هذه الحالة الجوية. نعم، طبعا التوقعات ممكن تقل عن هذه الأمطار. نعم نعم، هناك حالة حقيقة من القلق تسود شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين نتيجة ما يطالعونه من أخبار في وسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها. أنتم من خلال موقعكم كيف يعني تنظرون لهذه الحالة؟ هل
هذه الحالة تستدعي القلق فعلا؟ نعم نعم أخي، هي تستدعي الانتباه والحذر والاحتياط. طبعا الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة ممكن أن تؤدي إلى جريان الأودية، كذلك الأمطار الغزيرة إلى الغزيرة جدا ممكن أن تؤدي إلى نفس النتيجة وهي جريان العديد من الأودية، النتيجة واحدة، ولكن هنا نتكلم عن شمولية أكثر تشمل معظم محافظات شمال السلطنة. هناك بعض المؤشرات البسيطة التي تضعف من كميات الأمطار، ولكن هناك مؤشرات قوية كما ذكرت لا يستهان بها، استخدمناها في الحالات السابقة وكانت جيدة وتعطي مؤشرات جيدة بأمطار بكميات عالية 80 ملم 70 ملم، هذه الأمطار كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى جريان الأودية. لذلك طبعا لا داعي، أنا أكرر تنبيهي للأخوة المواطنين والمقيمين، لا داعي للخوف والفزع، لكن يجب على كل المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والانتباه واتباع الإرشادات التي تصدر من خاصة من الأرصاد الجوية ونشراتها أو من الجهات المختصة الأخرى للسلامة للجميع. طبعا إذن هناك ليس هناك داعي للقلق من هذه الحالة. ما هي كمية الأمطار المتوقع هطولها خلال وجود هذا المنخفض العميق؟ وهل سيصاحب هذا المنخفض وجود رياح مثلا؟ وكم هي سرعتها؟ نعم طبعا توقعاتنا بالأمطار تتراوح من 50 إلى 80 ملم، كما ذكرت تبقى مشيئة الله وقدرته وأمره في تقليل هذه الأمطار أو زيادتها أكثر من 80. أيضا عندنا سلسلة جبال الحجر، طبعا ما تتميز به السلطنة هنا من جغرافية المكان التي تختلف عن باقي دول الخليج، كما شاهدنا في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين، شهدت أمطار غزيرة جدا ولا تحتوي مناطقهم على جبال. طبعا جبال الحجر عامل رئيسي جدا في نشوء وتطور المزيد من السحب الرعدية الفجائية، وهذه السحب الرعدية عندما تنشأ على جبال الحجر بالتأكيد تكون قوية جدا، قد تهطل منها كميات كبيرة عالية، تكون معدل هطول الأمطار من هذه السحب الرعدية يفوق بكثير معدل امتصاص التربة للمياه، لذلك يحدث لدينا ما نسميه بالفيضان، أو هنا في السلطنة بسبب تواجد الجبال جريان العديد من الأودية. قد تكون هذه الأودية في بعض الأماكن قد تكون جارفة، لذلك نحتاط، وهذا مؤشر، لا نقول أنه بالتأكيد سيحصل، ولكن بما أن لدينا مؤشر بحدوث هذه الأمطار وكمياتها العالية ننصح وأصدرنا تنبيهنا بغزارة الأمطار. نعم أخي عبد الله، طبعا بما يخص الرياح والبرد، نعم هذه الحالة الجوية، نعم تفضل، نعم نتوقع بإذن الله أو بحول الله أن يصاحب هذه الحالة الجوية رياح نشطة هابطة قد تتعدى سرعتها 120 كيلومتر في الساعة. طبعا أيضا سرعة عالية هذه ممكن تعمل على تطاير المواد الغير ثابتة، كذلك هطول أو سقوط البرد كما شهدت دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين، شهدوا نشاط للرياح في هذه الحالة وسقوط كميات كبيرة من البرد. لذلك نعم نتوقع خلال هذه الحالة مثل هذه الرياح، شدة الرياح تكون قوية ونزول البرد. طبعا عبد الله بن راشد الخضوري اخصائي ارصاد جويه بالهيئه العامه للطيران المدني، سنتابع معكم الحاله اول باول باذن الله تعالى في نشراتنا اللاحقه وفي الايام القليله القادمه باذن الله. شكرا جزيلا مره اخرى. وأيضا مشاهدين للوقوف على استعدادات اللجنة الوطنية للدفاع المدني للحالة المرتقبة للمنخفض الجوي العميق الذي من المتوقع أن تتأثر به السلطنة يوم غد الخميس، ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد فيصل بن سالم البحري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني. مساء الخير الرائد فيصل. مساء الخير أخت عايدة، وهو فيصل الحجري وليس البحري.
عفوا. إذن الرائد فيصل بن سالم الحجري، بناء على المعطيات الرائد فيصل حول الحالة الجوية التي ستتأثر بها أجواء السلطنة، هل ثمة تصنيف لهذه الحالة لديكم أنها حالة لا تستدعي إلى وجود تصنيف كهذا من باب الشفافية طبعا؟ لا أكيد طبعا، هذه الحالة بلا شك لا ترقى إلى مستوى العاصير المدارية اللي طبعا شهدناها في 2007 و2010، لكن المعطيات المتوفرة لدينا حاليا مثل ما تفضل الأخ عبد الله من مركز التنبؤات الرئيسية بأن الحالة الجوية المرتقبة ليومي الغد وبعد غد الجمعة والتي تشير تعرض السلطنة إلى منخفض جوي عميق يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة طبعا، وكون المحافظات المتوقع تأثرها حقيقة يعني تعرضت لأمطار متفاوتة في الغزارة خلال الأيام الماضية يعني. ومثل ما ذكر أخ عبد الله نظرا لطبيعة الجغرافية هذه المناطق وخاصة يعني كونها جبال وبالتالي يعني احتمالية جريان الأودية والسيول بشكل غير اعتيادي. نعم. طبعا يتطلب أن تكون هناك استعدادات يعني بالضبط تتناسب مع هذا النوع من الحالات. إذا الرائد نتحدث عن أبرز الاستعدادات هذه. حقيقة طبعا في البداية هناك بعض المخاطر المتوقعة اللي أشار لها زميلنا، من ضمنها طبعا أضرار ناجمة عن جيران الأودية وارتفاع مناسيب المياه في الأحياء والمناطق المنخفضة، وطبعا هذا شهدناه في حالات جوية سابقة سواء كان الأسبوع المنصرم أو الحالات السابقة في 2011 وغيرها من الحالات، بالإضافة إلى أضرار ناجمة عن الصواعق تساقط حبات البرد وطبعا الرياح الشديده التي قد تسبب في اقتلاع الاشجار وتاثر المنشات غير الثابته. نعم. واعمده الكهرباء وخلافه. طبعا نتوقع تاثر ايضا في حركه الطرق وانسيابيه الحركه المروريه. نعم. نعول حقيقه في الحد من مخاطر هذه الحالات كما اسلفت سابقا على محورين رئيسيين كحد من المخاطر اتحدث الان. المحور الاول هو التنسيق الفاعل مع الأخوة في الأرصاد وفي غيرها من الجهات المتعلقة بالرصد والإنذار المبكر. نعم. والعمل على توفير هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى الجمهور الكريم. طبعا معنا نوعين من المعلومات اللي يتم توفيرها، معلومات تتعلق بالتنبؤات ومعلومات أخرى تتعلق بتأثيرات الحالة على الأودية والطرق المتضررة والمناطق المتضررة، وبالتالي يستطيع المواطن أو المقيم أن يكون على اطلاع بتأثيرات الحالة وبالتالي يبني قراراته فيما يتعلق بحماية نفسه أو نفسها من واقع هذه المعلومات. نعم. طبعا والجزئية الأخرى متعلقة بالتعامل بالتوعية العامة للجمهور بمخاطر الحالة بالتأكيد وأساليب أو تدابير الحد من أضرارها. نعم. ومثل ما ذكر زميلنا طبعا الأخ عبد الله أن هذه الحالة يعني الأضرار الناجمة عنها هي ارتفاع مناسيب المياه، وبالتالي نحن يعني نطالب حقيقة وناشد الأخوة في المناطق المنخفضة وفي الأحياء المنخفضة وفي الأودية وفي مجاري طبعا السيول وهكذا أن يتجنبوا هذه المناطق إلى مناطق أكثر ارتفاعا وأكثر أمنا وسلامة لحين عودة الأوضاع إلى أوضاع الاعتياد. الرائد فيصل، غدا الخميس نهاية أسبوع عمل وبالتالي رجوع أعداد من المواطنين إلى ولاياتهم، هل من إجراءات تم اتخاذها من قبلكم وخاصة على الطرق التي تقطعها الأودية لتأمين سلامة رواد الطريق يعني الذاهبون طبعا إلى ولاياتهم، أم أنكم تنصحون هؤلاء بالبقاء في مكانهم وعدم الذهاب خاصة في ظل الأجواء المترقبة في السلطنة؟ نعم نعم، في حين أن طبعا نناشد ودائما نحث حقيقة المواطنين والمقيمين على توخي الحيطة والحذر وعلى يعني الحد من هذه الرحلات خاصة في نهاية الأسبوع. نعم. وغدا يعني وبعد غد نظرا للأجواء المرتقبة يعني، إلا أن طبعا الجهات المعنية بالبحث والإنقاذ وشرطة العمارة السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تعمل على تنفيذ طبعا آلية معينة تتعلق بقطع الطرق يعني التي تسبب مخاطر ومنع الحركة فيها، وبالتالي يعني لا يعتقد يعني الذين سوف يقومون بهكذا رحلات غدا او بعد غد انهم سيتمكنوا من يعني من تجاوز او يعني هذه الطرق لكون وجود طبعا تنظيم وسيطره عليها لمنع مثل هذه التجاوزات التي سبق وان رايناها والتي اودت بحياه يعني طبعا العديد وكانت سبب رئيس في الخسائر البشريه المتعلقه بهذا النوع من الحالات.
إذن حقيقة أيضا من جانب آخر يعني رفعنا يعني جاهزية الإخوة في اللجان الفرعية للدفاع المدني في المحافظات، وطبعا تم تحديد مراكز للإيواء فيما لو استدعت الضرورة ذلك، مع مرة أخرى يعني ومع التأكيد على أن الاستفادة من هذه المراكز من قبل يعني المواطنين والمقيمين الذين منازلهم مثلا في أماكن غير آمنة وفي مناطق منخفضة. نعم. بالإضافة إلى تحريك استباقي لمواد طبعا إغاثة، سواء كان مواد إغاثة غذائية وغير غذائية للمناطق النائية التي قد تتقطع بها السبل، وأيضا محاولة طبعا إدامة الخدمات الطبية والعلاجية. نعم. في المستشفيات والمراكز الصحية. فالمنظومة الوطنية لإدارة الحالة الطارئة بشكل عام يعني بقطاعاتها المختلفة عملت على رفع جاهزيتها وعلى تحرك الاستباقية وعلى التموضع في أماكن يعني تستطيع من خلالها تقديم الخدمات الضرورية للتعامل مع هذه الحالة وفقا لمقتضياتها. الرائد فيصل بن سالم الحجري، مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نطمئن، هي حالة لا تستدعي القلق وإنما الانتباه، ومثل ما ذكر الرائد فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، طبعا الحالة تحت السيطرة أيضا، وهناك وجميع الفرق على أتم الاستعداد لطبعا التعامل مع هكذا حالات، والأهم هو الانتباه وأيضا عدم المجازفة، ونسأل الله السلامة للجميع وجعلها الله أمطار خير وبركة بإذن الله. إذن مشاهدينا نشرتنا لا زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. التوقيع على 13 اتفاقية في قطاع الطرق والنقل البري بأكثر من نصف مليار ريال عماني. ومجلس الشورى يناقش الموازنة العامة للدولة للعام القادم. لا تقلق، هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة. أنتراجول ثمينة. عمان الحضارة والتاريخ التلي يحكي سطورها المعرض الوثائقي الرابع، والذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 17 وحتى 22 من نوفمبر 2013 بقاعة المعارض بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية. جلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية. بمشاركة السلطنة، القمة العربية الإفريقية تختتم أعمالها بالاتفاق على النهوض بالعلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يؤكد على أهمية العلاقات مع إيران، ويدعو المؤسسات الإعلامية في البلدين إلى تقويتها. مسيرة ولاء وعرفان من ولاية دبا إلى بيت البركة العامر، وتواصل المسيرات في عدد من محافظات السلطنة. الهيئة العامة للطيران المدني تدعو الجميع لتوخي الحذر، وتتوقع أمطار رعدية غزيرة في اليومين القادمين على معظم محافظات السلطنة. أكد ملك مملكة البحرين الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، ودور اتحاد غرف دول مجلس التعاون
في سبيل تعزيز مسيرة مجلس التعاون. جاء ذلك خلال استقبال جلالته رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبد الله الخنجي، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد مملكة البحرين وأصحاب السعادة رؤساء غرف التجارة والصناعة لدول الخليج العربية. وحث جلالة الملك رؤساء غرف التجارة والصناعة لدول الخليج العربية على تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وحثهم على المزيد من العطاء ودعم سياسات دول المجلس في الوصول إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية. تم بوزارة النقل والاتصالات اليوم التوقيع على 13 اتفاقية في قطاع الطرق والنقل البري بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 535 مليون ريال عمانية. ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة ثلاث حزم من طريق الباطنة السريع بطول 136 كيلو مترا بتكلفة أكثر من 390 مليون ريال عماني. أكثر من نصف مليار ريال عماني حجم الاتفاقيات التي أبرمت مع عدد من الشركات في قطاع الطرق والنقل البري. طريق الباطنة السريع كان له النصيب الأوفر لكونه امتدادا لطريق مسقط السريع بأربع حارات. مشروع طريق الباطنة السريع وهو مشروع يعني حيوي ومهم جدا، وسيفتح أفاق يعني عمرانية واقتصادية كبيرة جدا. فقد وقعت منه ثلاث حزم، وهي الحزمة الرابعة التي تبدأ من الهجاري وتنتهي بوادي حيبي بطول 50 كيلومترا، وتتضمن تقاطعين رئيسيين وسبع تقاطعات ثانوية وخمسة جسور أودية ومحطة لوزن الشاحنات بتكلفة أكثر من 135 مليون ريال عماني. الحزمة الخامسة والتي تبدأ من وادي حيبي وتنتهي بولاية لوا بطول 41 كيلومترا، وتتضمن إنشاء ثلاث تقاطعات رئيسية وثلاث تقاطعات ثانوية وثلاث جسور أودية وأربع محطات لوزن الشاحنات بتكلفة 132 مليون ريال عماني. الحزمة السادسة وتبدأ من نهاية ولاية لوا وتنتهي بخطمة ملاحة بولاية شناص ليرتبط الطريق السريع مع طريق الباطنة الحالي والطريق الساحلي بطول 45 كيلومتر، وتتضمن إنشاء أربع تقاطعات رئيسية وأربع تقاطعات ثانوية وأربع جسور أودية ومحطتين لوزن الشاحنات بقيمة 124 مليون ريال عماني. الاتفاقية الرابعة اختصت بمشروع إنشاء ازدواجية طريق محظى الروضة بمحافظة الإبريمي بطول 60 كيلومتر وبقيمة أكثر من 62 مليون ريال عماني. أما الاتفاقية الخامسة فكانت لمشروع طريق سناوم حوت الدقم الجزء الثاني بطول حوالي 100 كيلومتر من حارتين وبتكلفة أكثر من 46 مليون ريال عماني. المشاريع التي وقعت هذا اليوم هي إضافة يعني كبيرة جدا في شبكة الطرق في السلطنة، ومع يعني اكتمالها بإذن الله يعني بالتأكيد ستحدث تغييرا جذريا في سلاسة الحركة وفي التقليل من الحوادث وفي أيضا رفع الازدحام المروري الموجود الآن. كما أبرمت الوزارة اتفاقيات إنشاء جسر على دوار فلج القبائل بولاية صحار بتكلفة 17 مليون ريال عماني، تصميم وتنفيذ وصلات طرق مقنيات مسكن بولاية عبري بتكلفة أكثر من 5 ملايين ريال عماني، تصميم وتنفيذ طريق وادي سال برأس الحد بولاية جعلان بني بو علي بطول 48 كيلومتر بما يقارب 5 ملايين ريال عماني، طريق وادي مستل بمحافظة جنوب الباطنة المرحلة الثانية بطول حوالي 12 كيلومترا بتكلفة 3 ملايين ريال عماني. الخدمات الاستشارية لإدارة مشروع ازدواجية طريق محظى الروضة بمحافظة البريمي بتكلفة حوالي 850 ألف ريال عماني، تصميم وتنفيذ أعمال تأهيل الأجزاء المتضررة لمشروع ازدواجية طريق الرسيل نزوة من بدبد إلى إزكي بأكثر من 780 ألف ريال عماني. الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق محظى الروضة بمحافظة البريمي بأكثر من 500 ألف ريال عماني، تصميم وتنفيذ طريق لميدان سباق الهجن بولاية أدم بطول 14 كيلومترا بتكلفة 820 ألف ريال عماني،
وبعد توقيع الاتفاقيات حث وزير النقل والاتصالات في اجتماعه المقاولين على الاستعجال في إنجاز طريق الباطنة السريع في الوقت المحدد له حسب البرنامج الزمني المعد بثلاث سنوات من يوم توقيع الاتفاقيات. ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث البنود المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للعام القادم، إضافة إلى التقرير الدوري للأمانة العامة للمجلس المتضمن أنشطة المجلس. كما جدد المجلس تثمين الأوامر السامية بتوحيد جداول الدرجات والرواتب والامتيازات التقاعدية لموظفي القطاع المدني. ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. الارتقاء بالأداء والتعاون البناء بين فئات المجتمع وترسيخ قيم المسؤولية والعمل وإعلاء المصلحة العامة والمضي قدما في تحقيق الأهداف والغايات المتمثلة في بناء الإنسان وتوجيه طاقاته كانت من أهم الخطوط العريضة التي تم التأكيد عليها في افتتاح الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الشورى. وتعزيزا لتلك المنجزات والمكتسبات أوجدت الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب والامتيازات التقاعدية لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته ارتياحا في أوساط المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه. كما تم خلال الجلسة مناقشة الرغبة المبداة من أحد أعضاء المجلس حول اقتراحه إنشاء سوق مركزي للمواشي بالسلطنة، وذلك لدعم مربي الثروة الحيوانية. هذه الثروة الماشية محتاجة كذلك إلى اهتمام وإنشاء سوق مركزي على مستوى السلطنة يهتم بهذه الثروة. وحقيقة أن هذا السوق سيكون له عائد كبير جدا من جميع النواحي، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية. أما مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014 فقد كان المحور الرئيسي للجلسة، حيث تناول تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية توصيات مهمة لدعم الإيرادات العامة للدولة من مختلف مصادرها. توصي اللجنة بأن يتم تفعيل أداة إصدار أذونات الخزانة بالأضافة إلى الأبقاء على أداة إصدار سندات التنمية الحكومية، ومن الممكن خلال الميزانية العامة للدولة أن يتم تجزئة المبلغ المخصص لإصدار سندات التنمية الحكومية والبالغ 200 مليون ريال عماني. موضحا بنود الإنفاق العام بشقيها الجاري والاستثماري ومتضمنا عددا من المرئيات والتوصيات بشأن الشركات الحكومية ودعم المنتجات النفطية والكهرباء والسلع الغذائية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتوظيف وغيرها من بنود الإنفاق العام. العديد من المواضيع التي ناقشها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم الاعتيادية الحالية، والتي من ضمنها ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة ودراسة العديد من المقترحات التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء. أما الجلسة القادمة يوم 26 من نوفمبر الحالي فسوف تستضيف الجلسة مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. سيد بن خلفان الكندي لتلفزيون سلطنة عمان مجلس الشورى. افتتح اليوم المركز الوطني للصحة الوراثية في ولاية بوشهر، ويضم المركز عددا من الأقسام التخصصية المتعلقة بالصحة الوراثية. رعى الافتتاح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. المركز الوطني للصحة الوراثية يحوي ثلاثة أقسام رئيسية، وهي قسم العيادات التخصصية وتشمل عيادة التشوهات الخلقية وعيادة متلازمة داون وعيادة الإرشاد الوراثي، وقسم المختبرات ويشمل مختبر التحليل الكروموسومي ومختبر الوراثة الجزيئية والتحليل الجيني ومختبر التحليل الكمي والنوعي، وقسم الوراثة المجتمعية والتي تعنى بالتطبيق العملي لمخرجات الطب الوراثي الوقائي منها والعلاجي لصحة المجتمع. سعداء بافتتاح مركز الصحة الوراثية اليوم في السلطنة تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد 43. وجود هذا المركز سيسهل الكثير في عدة نواحي، أولها طبعا وجود عيادات متخصصة للعناية بالمصابين بالأمراض الوراثية، ثانيا وجود المختبرات التي ستغنينا عن بعث العينات لخارج السلطنة للفحوص،
ثالثا وهذا مهم جدا هناك اللي هي الطب الوراثة المجتمعي، وهو توعية ليس فقط للعاملين الصحيين فيما يتعلق بالطب الوراثي، وإنما أيضا توعية الأهالي المصابين بهذه الأمراض والمجتمع. يضم المركز أطباء متخصصين في فروع الطب الوراثي واختصاصيين للمختبرات من حملة المؤهلات التخصصية العليا وفنيين وإداريين وفئات طبية مساعدة. هو نقلة نوعية كبيرة في مجال الصحة، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتأدية هذه الخدمة على أكمل وجه، بالاستعانة بالأبنائنا الذين تدربوا في الخارج على هذا المجال، كذلك عملية تبادل الخبرات مع المراكز الصحة الوراثية بالعالم. منجز صحي آخر يضاف إلى سلسلة من المراكز الصحية المتخصصة التي تختص بمجالات طبية تخصصية، ومنها هذا المركز الوطني للصحة الوراثية. عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط. أكد معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل أن السلطنة قيادة وحكومة وشعبا ملتزمة التزاما فطريا تاما بحقوق الإنسان، وتستمد التزامها من مبادئ الإسلام الذي نص على كرامة النفس الإنسانية. جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخ وزير العدل بالمكرم محمد بن عبد الله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتي اللقاء في إطار الزيارات المتواصلة التي تقوم بها اللجنة للمؤسسات والهيئات الحكومية بهدف ترسيخ التعاون المشترك وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في السلطنة. استقبل فخامة الرئيس تشومالي سياسون رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في العاصمة فينتيان سعادة السفير الشيخ سلطان بن سيف المحروقي، حيث قدم لفخامته أوراق اعتماده كسفير غير مقيم للسلطنة لدى جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية. وخلال اللقاء نقل سعادة السفير تحيات جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لفخامته بالصحة والعافية ولشعب لاوس الصديق مزيدا من التقدم وال صديقين مزيدا من التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية لاوس سعادة السفير نقل تحياته لجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم وللعلاقات العمانية اللاوسية بالتطور والرقي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع زميل علي بن محمد صعب. النشرة الاقتصادية برعاية نجم يتألق في سماء الصناعة العمانية، كابلات عمان، عمانية الأصل، عالمية الثقة. الشركة الوطنية للعبارات. شكرا لكما وأهلا بكم مشاهدين إلى الموجز الاقتصادي، حيث مجلس المناقصات وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحتفلان بالعيد الوطني ولكن بطريقتهما الخاصة. مجلس المناقصات يسند عددا من المشاريع التنموية بأكثر من 3 ملايين ريال عماني. أهلا بكم. أسند مجلس المناقصات خلال اجتماعه اليوم عددا من المشاريع التنموية بلغت قيمتها 3,250,641 ريالا عماني، واشتملت المناقصات على الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق الباطنة الساحلي والأعمال الإضافية لمشروع تصميم وتنفيذ جسر وادي الجزير بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع. كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بتنفيذ بعض المشاريع الحيوية وتقديم الخدمات في مختلف محافظات السلطنة واتخاذ القرارات المناسبة حولها. ترأس الاجتماع معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات. وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اتفاقية مع شركة تكامل للاستثمار ممثلة بشركتها الوليدة شركة المرافق المركزية، وذلك لتوفير المرافق الصناعية للمشاريع الصناعية المخططة في منطقة الدقم الصناعية.
وستمنح هذه الاتفاقية شركة المرافق المركزية حقوقا حصرية لتوفير كل المرافق للمنطقة الصناعية لمدة 25 عاما قابلة للتمديد، كما أن محطة الخدمات المركزية سوف تقوم بتوفير جميع الخدمات من خلال نافذة واحدة. هذا وسوف يخدم هذا المشروع بشكل مباشر مصفات النفط ومجمع الصناعات البتروكيماوية ومكون الصناعات بمختلف أنواعها وكذلك المكونات الأخرى للمنطقة. وقع الاتفاقية من جهة الهيئة معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمهندس نبيل الغساني الرئيس التنفيذي لشركة تكامل الاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة المرافق المركزية. وتزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 43 المجيد تم افتتاح الشركة العربية للتدريب والسلامة بمنطقة نزوة الصناعية. هذا وستكون الشركة إضافة جديدة لما تشهده المنطقة من توسع ملحوظ في مختلف القطاعات ولبنة جديدة من المشاريع التي سيكون لها دور كبير في استقطاب الأيدي العاملة الوطنية. كما تسعى الشركة إلى تطوير كفاءات الكوادر العاملة في القطاعات الحيوية من خلال تدريبهم في مجالات متعددة في الصحة والسلامة المهنية والبيئة والإسعافات الأولية والإطفاء وغيرها من الاحتياجات التي تتعلق بمجال الصحة والسلامة. كما تسعى الشركة إلى ابتكار طرق حديثة تتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية والمهارات اللازمة لتحديد مصادر الخطر في مواقع العمل. نهاية الموجز الاقتصادي مشاهدينا وعودة إلى الزملاء سليمان وعائدة وبقية أخبار النشر. النشرة الاقتصادية برعاية نجم يتألق في سماء صناعة العمانية، كابلات عمان، عمانية الأصل، عالمية الثقة. الشركة الوطنية للعبارات. احتفل الجيش السلطاني العماني اليوم بتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين وقدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء. وحركات السلاح بمصاحبة موسيقى الجيش السلطاني العماني، ثم تقدم الطابور للأمام على هيئة الاستعراض وقدمت موسيقى الجيش السلطاني العماني عرضا موسيقيا متنوعا. رعى حفل التخريج اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني وذلك على ميدان كتيبة الحدود الغربية. وفي ختام هذه النشرة لم يبقى فيها إلا التذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية. بمشاركة السلطنة القمة العربية الإفريقية تختتم أعمالها بالاتفاق على النهوض بالعلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يؤكد على أهمية العلاقات مع إيران ويدعو المؤسسات الإعلامية في البلدين إلى تقويتها. مسيرة ولاء وعرفان من ولاية دبا إلى بيت البركة العامر وتواصل المسيرات في عدد من محافظات السلطنة. الهيئة العامة للطيران المدني تدعو الجميع لتوخي الحذر وتتوقع أمطارا رعدية غزيرة في اليومين القادمين على معظم محافظات السلطنة. نترككم في حفظ الله ورعايته في أمان الله. إلى لقاء في حفظ الله ورعايته وأمطار سعيدة بإذن الله.